انا ام ديال طالب كيقرا هنا في الاو ان سي جي، اصلا هو ما كانش يقرا هنا، هو كان تيقرا في مدينه اخرى، وجيت انا هنايا وقدمت طلب واستقبلني المدير. ما غاديش نقول لك كيفاش استقبلوني هاد الناس والمدير بواحد ترحاب، ما غاديش نقول لك الظروف الصحيه والامكانيات. راك عارف الاب اللي كيكون عنده الدخل محدود، ولدي باش يقري ولده في مدينه اخرى، راك عارف انت الوضعيه ديال الانسان اللي عنده وليدات وتيقري ولده. وجيت ورحبوا بيا واستقبلوني ووقفوا معايا، الله يجازيهم بخير، ما غنساش الوقفه ديالهم. وما نكذبش عليك، انا كنت كنتمنى، انا راه من الساكنه ديال هذا الحي، انا كنت كنتمنى كندوز يوميا من هنا وكنشوف كيفاش هذا الاو ان سي جي غيرت لنا الواجهه ديالنا، وكيفاش زينت لنا هذا المنظر هنا، وكيفاش نشوفهم كيفاش تيشتغلوا، كيفاش والله العظيم لي يوميا كندوز من هنا وكنتمنى ولدي يقرا فيها. حنا كاساتذه منتمين للمؤسسه، كنمارسوا في المؤسسه، تنتفاجئوا بعدد من الضغوطات الداخليه. حنا كلنا احترام وتقدير للاساتذه المقاطعين والاساتذه اللي كيمارسوا حق الاضراب اللي هو حق دستوري، اساتذه الزملاء كيمارسوا حقهم في ظروف يعني جيده. لكن للاسف اليوم انقطاع الدراسه ومقاطعه الدخول هو شيء كيضر بالطلبه، كيضر بوليداتنا جميعا. الطالب كنعتبروه خط احمر، والطالب بالنسبة لنا ليست ورقة ضغط. العمل النقابي عمل ليس إجباري، وعمل ليس بالقوة، فهو عمل اختياري، وبالتالي اليوم الانخراط فيه لازم يكون من مبدأ المواطنة والمصلحة العامة. واليوم الأستاذ التعليم العالي لا يمكن أن يسمح لنفسه أنه يتجاوز حدود الصلاحية ديالو. أكيد أن كاين حلول سلمية وحلول قانونية ممكن أن نمشيو فيها ونخوضوا فيها ونناقشوها. حنا كلنا احترام وتقدير للسادة الزملاء اللي حنا جزء منهم وهم جزء منا، لكن نستعملوا الطلبة كورقة ضغط للمرة الثانية على التوالي كنشوفوها نقطة حمراء وخط أحمر. مشكل حنا ما عندنا مشكل مع تحد، بينما ممكن لي زونتخ عندهم مشكل معنا. حنا كنقوموا بالواجب ديالنا اللي حنا هنا على قبله، هو التدريس، تدريس الطلبة. أنا ما يمكن القول أن الطالب هو خط أحمر لا يمكن أن نتعداه، وكذلك حتى الحريات، الحرية تقف عند المساس بحرية الآخرين. ما يؤسفني ما رأيته اليوم من فيديوهات منتشرة بطريقة فعلا تعسفية، لطريقة يعني فعلا غير ممنهجة، بإخراج الطلاب من المدرجات، وكذلك بإزعاج الطلبة أو الأساتذة الآخرين الذين يقومون بمهامهم. أنا هنا وأوراقي معي متضررة بالدرجة الأولى منذ المقاطعة الأولى وليس الآن. الأساتذة في إطار المقاطعة ديالهم للدروس، في إطار المقاطعة ديالهم للأنشطة ديال المؤسسة، قرروا أنهم ما يديروش مباريات ديال هاد الاستحقاقات هذه. فاحنا عندنا واحد الجمع عام استثنائي إن شاء الله ديال مجلس المؤسسة يوم الثلاثاء، لا حضروا الأساسيين كلهم غادي يدوز بصفة عادية، ما حضروش غادي ندوزوه بعد 24 ساعة. والهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو التحاور والنقاش وأخذ قرار بالنسبة لهذ المسارات المتخصصة باش نحدوا المصير ديال هاد الطلبة هادو. يعني لا الأساسيين بقاو متانعين أنهم يجيو بوغ ديبلوكي هاد المسار، غادي يكونوا مضطرين لأخذ قرارات من طرف المجلس ماشي من طرف المدير، من طرف المجلس. وانا كنصر على هذه العمليه باش تفهموا ان جميع القرارات كتتخذ في مجلس المؤسسه، ان هذا المجلس ياخذ قرارات اللي كتبان ليه لازمه باش الطلبه ديال الماستر ياخذوا حقهم في اجتياز مباراه للدخول لهذه المؤسسه. الاساتذه فضلوا انهم يقاطعوا، هذا اختيار. ممكن اليوم نجي نمارس ونفتح الحصه ديالي ونشتغل وندير شاره ونعبر على الراي ديالي في اطار الحق والقانون. حنا اليوم في دوله ديمقراطيه، حنا اليوم ما يمكنش نخليو الصلاحيه ديالنا كاساتذه في الاقسام ونخرجوا نمارسوها خارج الاقسام. الا كانت اختلافات فهذه حقوق، والا كانت مسائل ومساطر، وكاين ايضا في الدوله ديالنا وكاين ايضا في المغرب مساطر ومؤسسات اللي كتاثر هذا العمل، اللي كتاثر الاختلاف، وكاين مساطر قانونيه تتبع، وكاين جهات اللي خاصه بالافتحاص ولجان، واليوم كتشتغل في هذا الاطار لجنه خاصه للافتحاص في المؤسسه تابعه للجامعه، والملف المطلبي ديال الاساتذه مطروح وهو يناقش وقت طويله. انا دابا ملي هضرت كنهضر غير على واحد الحاجه، هما ان وليد
وليداتنا ثم وليداتنا ما يضيعوش ما يضيعوش. هناك عدة حلول سلمية، ما عمر ما كان الضغط هو السبب الوحيد باش نلقى أنا حلول، لأنه المشكلة هو أنني الحوار الباب مفتوح للحوار. أنا عضو مجلس مؤسسة وعضو مجلس جامعة، يعني الحوار مفتوح دائما. عندما نغلق باب الحوار من نحن لنقول نقيل هذا المدير أو المدير الآخر؟ إلى اليوم قدرنا نقوله هذا المدير يبقى ولا ما يبقاش، غدا غنقولوا هذا الأستاذ يبقى ولا ما يبقاش، بعده غنقولوا هذا الإداري يبقى ولا ما يبقاش. إذا من لسنا نحن من نبت في قرارات التعيين، ولكن هناك سلطات مكلفة بكل نزاهة تقوم بذلك. الطالب هو اللي متضرر، فلجينا نهضروا الطالب هو اللي متضرر. كاين أساسي تيقريو وكاين أساسي ما تيقريوش، احنا بغينا هذا الإضراب يدوز سلمي، فهمتي؟ باش حتى واحد ما يتضرر، الطالب راه جاي تيقرا، لأن هاد انسجي عنده سمعة جيدة، ما نقولش لك عالية وعالمية، ما نقولش لك كيفاش. أنا كنت تنتمناها أقسم بالله، كنتمنى ولدي يقرب ليا من ناحية، ولدي يقرا فيها.